بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله جل جلاله أن يصلح قلوبنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يرزقنا العمل الصالح وأن يختم لنا بالصالحات وأن يجعلنا من أهل الجنات، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، قال الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه كلمة خاطب بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم إثر حديث رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلك الكلمة قال: تلك أمكم يا بني ماء السماء، تلك أمكم يا بني ماء السماء. فيقول أبو هريرة رضي الله عنه في الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، وهو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، يقول أبو هريرة رضي الله عنه: لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات، ثنتين منهن في ذات الله عز وجل، قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وقال بينا هو ذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة، فقيل له إنها هنا رجلاً معه امرأة من أحسن الناس، فأرسل إليه فسأله عنها، فقال من هذه؟ قال أختي. فأتى سارة أي الخليل إبراهيم عليه السلام فقال: يا سارة، ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، وإن هذا سألني فأخبرته أنك أختي، فلا تكذبيني. فأرسل إليها، فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده فأخذ، فقال: أدع الله لي ولا أضرك. فدعت الله فأطلق، ثم تناولها الثانية فأخذ مثلها أو أشد، فقال: أدع الله لي ولا أضرك. فدعت فأطلق، فدعا بعض حجبته فقال: إنكم لم تأتوني بإنسان، إنما أتيتموني بشيطان،
فأخدمها هاجر فأتته وهو قائم يصلي فأومأ بيده أن يسألها، قالت رد الله كيد الكافر أو الفاجر في نحره، وأخدم هاجر. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: تلك أمكم يا بني ماء السماء. هذا الحديث يخبر عن موقف من مواقف الخليل إبراهيم عليه السلام، خليل الله الذي وفى، خليل الله الحنيف، خليل الله الأمة، خليل الله الصالح، خليل الله الذي آتاه الله رشدا، خليل رب العالمين الذي بوأ له ربه عز وجل موضع البيت فرفع قواعده، والذي أنزل الله عز وجل عليه ياقوتتين من يواقيت الجنة، الحجر الأسود والمقام، خليل رب العالمين من طهر البيت ومن وضع حدود الحرم ومن أذن في الناس بالحج، خليل رب العالمين إبراهيم عليه السلام الذي اصطفاه الله وجعله للناس إماما، خليل الله إبراهيم من ذكره الله عز وجل في كتابه في أكثر من 60 موضعاً من القرآن الكريم، ووصفه الله عز وجل بصفات هي بالعشرات تزيد على 30 وصفا. خليل الله الذي إن أردت أن تعرف قصة هذا البيت العتيق فاقرأ قصة الخليل إبراهيم في القرآن. والإنسان يرفعه الله عز وجل بإيمانه وتقواه وصلاحه، فأبو هريرة رضي الله عنه يروي هذا الخبر عن خليل الله إبراهيم وعن إحدى مواقفه وابتلاءاته التي ابتلاه الله عز وجل بها، فوفى لربه كما أخبر ربه جل جلاله: وإبراهيم الذي وفى، وكما قال الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. إبراهيم الخليل هو صاحب أبرك بيت على ظهر الأرض، وهو من رفع قواعد أبرك بيت على ظهر الأرض، فبيته أبرك البيوت، وبنى لله عز وجل أبرك البيوت، ورفعه الله وكافأه الله، والجزاء من جنس العمل، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج وهو متكئ واضعاً ظهره على البيت المعمور في السماء السابعة، والبيت المعمور بمحاذاة الكعبة، لو سقط لسقط عليها، فالجزاء من جنس العمل. رفع قواعد البيت العتيق فأسكنه الله عز وجل بجوار البيت المعمور.
وهذا الحديث يخبر عن لبنة في هذا البيت المبارك بنيت في يوم ذلك الحدث العظيم. إن الحياة جيرة هذا البيت العتيق ممتدة عبر تاريخ طويل. مثل الخليل إبراهيم عليه السلام نقطة ومرحلة فارقة في تاريخ البيت، في تاريخ هذا البلد الحرام، في تاريخ البلد الأمين، في تاريخ هذا المنسك والمشعر العظيم، حتى أننا ليس عندنا من تاريخ مفصل واضح للحياة في هذا البلد وجيرة هذا البيت إلا مع الخليل إبراهيم عليه السلام. وابتدأت الحياة هنا زمن الخليل بأسرته، فكان الوادي مقفر ولم يكن فيه أنيس ولا جليس، وكانت البداية بأسرة الخليل وببيت الخليل. ويعطي هذا الأمر دلائل، أولها وأعظمها أن هذا البلد بلد الطهر، وأن البداية في الحياة على هذه الأرض الحرام البداية مع الطهر، مع بيت النبوة، مع أفعال الأنبياء، مع الصالحين، مع الأخيار. وبهذا فارقت مكة شرفها الله سائر بلاد الدنيا في شأن الناس مع الأنبياء، فجميع الأنبياء يبعثون في أقوام قد ضلوا وانحرفوا، فيبعثهم الله ليعدلوا معوج ويصلحوا ما فسد ويردوا الناس إلى الصراط المستقيم. أما مكة شرفها الله فخليل رب العالمين يسكنها ويسكنها أهله وليس فيها أحد، ليعطي الدلالة أن السكنى هنا الأساس فيها الطهر، والقدوة هنا الأساس فيها فعل الأنبياء، بل عظماء الأنبياء. وهذا معنى عظيم نأخذه من قصة الخليل إبراهيم عليه السلام. فكانت البداية ببيته وبأسرته وبذريته، فهو نبي، وابنه الذي أسكنه في هذه الأرض نبي، وزوجه تلك المرأة المؤمنة التقية الصالحة العابدة التي ضربت للنساء والرجال أسوة وقدوة من يومها ذاك وإلى يوم القيامة عبر ذلك التاريخ الطويل. تلك أمكم يا بني ماء السماء، بيت الخليل كما أن فيه هو القدوة والأسوة، فإننا نجد في بيته وأسرته، في أهله وزوجه، نجد أيضاً قدوة وأسوة وعبرة وعظة وشرف وانتماء، وهذا يعطينا دلالة أن الله جل جلاله الذي خلق الرجل هو الذي خلق المرأة، وأن الله جل جلاله الذي كلف الرجل
هو الذي كلف المرأة، وأن الله جل جلاله الذي وعد الرجل إن عمل الصالحات أن يرفعه، هو الذي وعد المرأة إن عملت الصالحات أن يرفعها، وأن الله جل جلاله الذي شكر لأوليائه صنيعهم عندما أحسنوا العمل كذلك شكر صنيع المرأة عندما أحسنت العمل. ليس خلقة المرأة قضية نقص، وإنما هي أدوار أنيطت بالرجل وأدوار أخرى أنيطت بالمرأة، التكامل بينهما مطلب، والجميع متعبد لربه عز وجل. تلك أمكم يا بني ماء السماء، كلمة لرفع قدر تلك المرأة هاجر عليها السلام التي ينسب إليها الرجال والنساء. هاجر، ونحن سمعنا هذا النص، تلك هي البداية لها مع بيت الخليل، ولنا أن نتصور تلك المرأة من أين خرجت ومن أي بيت أخرجت وإلى أي بيت دخلت. أما البيت الأول والذي كانت فيه فكما جاء في الحديث فهو بيت ملك جبار، وفي رواية بيت ملك ظالم، وفي رواية فاجر. فلنا أن نتأمل في امرأة كانت في بيت وصف القيم عليه أنه جبار وكافر وظالم، ثم فعله التعدي على أعراض الآخرين بالقوة والقهر. فلنا أن نتخيل أي بيئة عاشت فيها هاجر قبل خروجها من ذلك البيت، وأي قيم وأي معرفة هي تتلقاها في بيت من هو بهذه الأوصاف. فخرجت هاجر بإذن ربها ليعطينا الدلالة أن من أراد الله أن يكرمه فلا راد لإكرامه، ومن أراد الله أن يعطيه ومن أراد الله أن يهديه فلا ضال له. من يهدي الله فهو المهتدي، وما الذين فضلوا براد رزقهم. تخرج هاجر من ذاك البيت، بيت ملك ظالم جبار كافر، لتدخل بيت خليل رب العالمين إبراهيم عليه السلام، أفضل الأنبياء والرسل بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الخليل إبراهيم. انظروا، هل عندما أدخلت ذاك البيت بقيت على ما أخذته وتلقته في البيت الأول؟ انظروا كيف يقوم القيم على بيته بأمر بيته، وكيف يصلح الرجل أهل بيته، وكيف يتحمل مسؤولية أهله. وإذا بهاجر عليها السلام تضرب للأمة والبشرية ذاك المثل العظيم
في الإنسان المؤمن الصادق وفي الإنسان المتوكل على الله بصدق وحق وفي الإنسان الراضي بقدر الله جل جلاله وفي الإنسان المتحمل لمسؤولية نفسه ومسؤولية أهله وولده بأعلى مستوى. ولتضرب المثل في المرأة وهي تدير أمر بيتها وتحسن لزوجها وتقوم بحقه وترعى ولده، وتضرب المثل للمرأة العصامية في قيامها على أعظم شيء تحيا به المدن، الماء، فتشرف على إدارته، وتضرب المثل للمرأة العفيفة التي تصون زوجها في حضوره وفي غيبته، ولتضرب المثل في تربيتها لولدها بالوفاء لزوجها على ما وجهها إليه، وإذا بها تنجز إنجازاً عظيماً يسطر في التاريخ ويشكر لها ذاك الصنيع ربها جل جلاله ويذكرها بذاك الصنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد آلاف من السنين، ويكلف أمته أن تفي لتلك المرأة الصالحة العابدة بعمل مع أهلها وذويها، ويثني عليها أمين الوحي جبريل. ثم أصحابه صلى الله عليه وسلم يذكرونها بهذا الذكر الحسن: تلك أمكم يا بني ماء السماء. لنقف مع ما جاء في النص الصحيح المنقول وهو يخبرنا عن هذه المرأة الصالحة، عن أم إسماعيل عليه السلام النبي الكريم، وهو يخبرنا عن الأم الأولى لرسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. فماذا جاء في النص؟ وماذا في النص من فائدة ومن عبر عظيمة؟ كم نحتاج أن نقف معها، بل أقول كم يجب أن تقف معها كل امرأة، وأن تفتخر بهذا الانتماء. وأقول إذا لم نجد في قدومنا لهذا البيت العتيق ورؤيانا لهذا المشعر العظيم والآية البينة في الحرم الصفا والمروة، ولم تذكرنا بشكر الله لعباده وأوليائه، ولم تذكرنا بصنيع الله مع أمة الله هاجر عليها السلام وكيف كانت المكافأة، امرأة تقف ذاك الموقف العظيم لوحدها، من اطلع على خبرها؟ من رأى صدقها؟ من رأى إيمانها؟ من اطلع على عطفها وحنانها وشعورها بالمسؤولية نحو وليدها؟ من اطلع إلا الله؟ والله يكافئها، فيعبد الرجال والنساء آلاف من السنين لحركتها وفعلها. مليارات من الرجال والنساء، ملوك وخلفاء وسلاطين، بل أنبياء ورسل
رجال ونساء، صغار وكبار، فقراء وأغنياء، وجهاء وأذلاء، عبر آلاف من السنين يعبدهم الله أن يتحركوا في هذا الوادي اتباعاً لما فعلته هاجر عليها السلام. ثم يأتي من يريد أن يقنعنا بأن هذا الدين ما عرف قدر المرأة وما أعطى المرأة حقها وما أنصف المرأة. إذا لم يكن هذا الموقف والموقف هذا فقط نرد به على كل من يتبجح بذلك، إذن أين تأملنا؟ أين تدبرنا؟ امرأة يعبد الله الرجال والنساء آلاف السنين لصنيعها، حين صدقت مع ربها في إيمانها وثقتها وتوكلها، عندما كانت وفية لزوجها في ذاك الظرف وتركت في هذا المكان، واسمعوا ولتسمع كل أخت، عندما أتاها جبريل قال لها: من أنت؟ كيف تعرف بنفسها؟ وكيف تقدم نفسها؟ هي عرفت خليل الله إبراهيم، فهو قد تركها في هذا المكان لوحدها. فعندما تسأل عن نفسها: من أنت؟ فكيف تعرف بنفسها؟ فتقول: أنا هاجر أم ولد إبراهيم. كيف لا تنتسب لإبراهيم؟ وكيف لا تنتمي لإبراهيم وهو من هو بتلك المكانة؟ فلذلك هذا الأمر كم يحتاج منا أن نقف، فإننا سنجد في خبرها صدق إيمانها بربها وتوكلها عليه واستشعارها لمسؤوليتها. جاء بها الخليل إلى هنا ووضعها عند دوحة في موقع بئر زمزم، شجرة أنزلها تحتها ومعها رضيعها ابنه، وهو قد صار شيخا وأكرمه الله بعد أن سأل ربه أن يهب له غلاما حليما وأن يهب له من الصالحين، والله يبتلي الخليل إبراهيم فيأمره أن يضع هاجر وابنها ابنه الرضيع في هذا الوادي الأقفى، فيضع معهم جراب فيه تمر ووعاء فيه ماء، ثم ينصرف وإذا بها تقوم وتسير خلفه: يا إبراهيم لمن تتركنا؟ هي تعلم أن إبراهيم، وقد عرفت، ليس بذاك الإنسان الطائش السفيه، بل هو الحكيم الحليم الأواه، هو التقي الرجاع لربه، هو المعلم الذي علمها الإيمان. ولكن خوف البشر وطبيعة البشر، فتتبعه وتقول: يا إبراهيم لمن تتركه؟ وهو لا يجيب، وما أسرع فيئتها وإذا بها تقول وتعلم
أن الخليل لا يفعل شيئاً إلا بتوجيه من ربه. فقالت له: الله أمرك بهذا؟ هل أنت أمرت بأن تبقيني ورضيعي في هذا المكان؟ فيأتي الجواب بكلمة: نعم نعم. وهي تعلم أن الخليل لا يكذب، وأن الخليل إبراهيم عليه السلام قد علمها الإيمان بالله. فهنا مباشرة أدركت مسؤوليتها أمام ربها عز وجل، فهي مسؤولة كما هو مسؤول أمام الله، وهي مأمورة بأن تتعبد لربها بالطاعة كما هو مسؤول كذلك. لمن تتركنا مسؤوليتها عن نفسها وعن رضيعها الذي هو ولده، فيشعرها أنها ستتحمل هذه المسؤولية، وأن الله هو الذي أمر بذلك. فهنا وانظروا وانظروا العلم كيف يرتقي بعقل الإنسان، أن القضية الآن بينها وبين ربها، أما الخليل فهو مأمور وأدى الدور المطلوب منه، وهو الإنسان البشر الضعيف. أما الاعتماد فهو على القوي، على الغني، على الرقيب، على الحي، على الكريم، على الحفيظ، الله جل جلاله. عندما قال لها نعم، ماذا قالت؟ قالت: إذن لا يضيعنا الله، لا يضيعنا الله. أدركت أن الله جل جلاله معاملته مع عبيده العطاء الوفاء والله للغدر، مع عبيده الصادقين الحفظ والكلاء وليس الترك والتخلي. هكذا تربت في بيت الخليل، وهكذا رأت ولمست، فلذلك قالت قول صدق: إذن لا يضيعنا الله. ورجعت إلى مكانها وإلى وليدها، ورضيت بذاك الزاد القليل. قناعة المرأة النفقة من الزوج على قدر الطاقة، رضيت بالسقاء الذي فيه الماء، ورضيت بالجراب الذي فيه التمر، وبقيت في المكان، وأنجزت مهمة الأمومة بإرضاع وليدها والمحافظة عليه، وأنجزت مهمة الأمومة عندما انتهى الطعام والشراب أن تقوم وتبحث عن طعام وشراب لوليدها ولنفسها، ورضيت بأمر الله وقضائه. تلك هاجر في إيمانها، وتلك هاجر في صدقها مع ربها، وتلك هاجر عليها السلام في رضاها بقدر الله وقضائه، وتلك هاجر في أخذها بالأسباب وعدم التواكل، وتلك هاجر في وفائها لزوجها. وأيضا في خبرها عليها السلام، ويخبرنا الله، وما أعظم إخبار الله،
عندما يتدبر الإنسان آيات القرآن. الله جل جلاله أخبرنا عن نجاحات هذه المرأة التي اختيرت لبيت الخليل، نجاحها وإنجازها مع أمر ولدها الذي أسكنه الخليل إبراهيم لمهمة ولوظيفة، واختير له هذا البلد لمهمة ووظيفة ذكرها الله في كتابه. الخليل إبراهيم بعد أن وضعهم في ذلك المكان وانصرف عنه مشى إلى أن وارته عنهم أكمة، فهو يراهم ولا يرونه وحيث البيت أمامه، وناجى ربه ودعا السميع البصير جل جلاله، دعا الله عز وجل: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. أليس الخليل وفى لربه حين أمره أن يترك أهله هنا في هذا المكان وأن يعود إلى الشام ليقوم بدعوته؟ فهل الله سيتخلى عن أهله وذريته؟ وهل الله جل جلاله لا يستجيب لدعوته؟ هذا دعاؤه وهذا مقصوده من هذه السكنة. من هي الذرية المخاطبة؟ من هي الذرية المقصودة في هذا الدعاء؟ هو رضيع يحمل في حجر أمه، ما زال يحتاج إلى الرضاع. تلك الذرية التي يراد منها أن تقيم الصلاة هنا ويذهب، من الذي سيرعى هذا الرضيع؟ من الذي سيربيه على مقصود الجوار والسكنة؟ من الذي سيملأ قلبه حبا للصلاة؟ إنها هاجر، إنها الأم، تلك أمكم يا بني ماء السماء. الله جل جلاله يخبرنا عن نجاحها في ذلك وعن وفائها لزوجها. أين الإخبار عن ذلك حين نرى ما ذكره الله جل جلاله في وصف إسماعيل عليه السلام؟ من بين الأنبياء كلهم يذكره الله بهذا الوصف العظيم: وكان يأمر أهله بالصلاة. ربته أمه ليس فقط على أن يصلي، بل على أن يأمر أهله بالصلاة. ومن يأمر أهله بالصلاة من باب أولى أن يكون محافظاً على الصلاة. ذاك موطن نجاح هاجر، حين يصف الله جل جلاله إسماعيل بهذا الوصف. وفاؤها لربها حين تربت على الإيمان والتوكل ورباها الخليل على ذلك، وضعه لها توكلا على الله،
وقبوله أن يقذف في النار توكلاً على الله، ورباها على التوكل فنجحت في الاختبار، فقالت لن يضيعنا الله، وربت ولدها على هذا الأمر ونجحت في التربية. وإذا به هو من يقف كما وقفت أمه التي ربت، وهي وقفت كما وقف الخليل وهو رباها. هذا التكامل العجيب في الأسرة، في البيت، بين رجل وامرأة، بين زوج وزوجة، بين أب وأم، يظهر أثره على الولد. أب وزوج قام بواجبه نحو امرأته فرباها كما قلنا، من أين خرجت وإلى أي حال وصلت، فهي تربي ليأتي دور الابن فيكون موقفه إعلام صريح بنجاح أمه في تربيتها له. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. الجواب: يا أبت افعل ما تؤمر، يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يا بني إن الله أمرني بأمر. الجواب: يا أبت افعل ما أمرك ربك. يا بني تعينني؟ الجواب: نعم أعينك. ما هو التكليف؟ إن الله أمرني أن أبني بيتا هنا. الجواب: سأعينك. إن هذه تعطي هذه الدلالة على نجاح هاجر التي وضع بين يديها رضيع وحدد لها مسار التربية والتنشئة، فكانت وفية، وفية لزوجها، فأخرجت ذاك الابن الذي يوصف في القرآن بتلك الأوصاف، ويوصف في السنة الصحيحة بتلك الأوصاف، ويذكر بتلك المواقف التي تعطي دلالة على نجاح هاجر: تلك أمكم يا بني ماء السماء. هاجر عليها السلام، الخليل إبراهيم، إمام في الأنبياء في الأخلاق، والله وصفه بأوصاف عظيمة في جانب الأخلاق. هاجر تربي ولدها على الأخلاق. إبراهيم الذي وفى فكان صادقا مع ربه، فالصدق خلق له. هاجر تربي ابنها على ذلك، فيذكر إسماعيل في القرآن بأنه صادق الوعد. أثر التربية من تلك المرأة الصالحة. تحفظ زوجها في غيبته، ربيت على الإيمان، وكما قال أهل العلم: ما أنزل الله عز وجل من السماء واعظاً أكبر لقلوب الناس أعظم من واعظ استشعار مراقبة الله. والعلم بالله ومعية الله، معية الجلال والعظمة، وأن الله رقيب، وأن الله يحصي على العبد ما يفعل، وأن الله مع الإنسان في كل أفعاله، ربيت
على هذا الإيمان فيتركها زوجها ويذهب لأمر دعوته وبلاغه ومجاهدة أهل الشرك في أرض الشام وتترك لوحدها، جاءت جرهم برجالها وأهلها ويجاور امرأة فما جرح لها عفاف وما خدش لها حياء وبقيت محافظة على عفافها وطهرها وهي لوحدها غريبة ليس معها إلا رضيع. يثنى عليها، ليست القضية كثرة الأبواب والمغاليق، ولكن القضية أن يوجد صدق الإيمان في القلب واستشعار مراقبة الله. إن ربي في الإنسان فهذا خير حافظ. فها هي هاجر عليها السلام يضعها الخليل ويأتيها كما في حديث أبي جهم وحديث علي، كان الخليل إبراهيم يزور هاجر كل شهر مرة، يأتيه في الصباح على البراق ويقيل في الشام ساعات في الشهر، وتبقى قائمة بحق ولده، قائمة بحفظ عرضه، قائمة بعبادة ربها. ثم عندما تأتي جرهم ويأتون وإذا بامرأة والماء عندها، ولننظر كيف كانت نخوة العرب وكيف كانت نخوة الرجل عندما يكون رجل. امرأة لوحدها وهم قوم، ولكنها عند الماء وإذا بهم يسألوها هل تأذن لهم أن ينزلوا بجوارها؟ الشهامة والرجولة والنخوة عندما يكون الإنسان على فطرته السوية السليمة لا يرضى لنفسه إلا بالطيب، ولا يرضى لنفسه أن يتعدى على ما لا يحل له، ولا يرضى لنفسه أن يهتك عرض غيره. أليست امرأة بين يديها رضيع؟ أليس للرضيع أب؟ فلذلك تسأل ويطلب منها الإذن أن يجاوروها فتوافق وتحب أن تكون بجوار الناس، ثم تشترط شرطا أن الماء لا حق لكم فيه، بمعنى لا تتصرفون إلا بإرادتي، ويقبلون وتدير هذا الأمر. هذه العصامية. ثم أيضا ولدها ورضيعها والوديعة الغالية من الخليل إبراهيم الذي في حجرها، ها هم الآن أناس نزلوا ولديهم أولاد وأطفال، هل ستحرمه؟ هل ستمنعه؟ وهل سيكون ذلك سبباً في ذوبان مبادئه وأخلاقه والغاية التي كلفت بها أن تربيه عليها؟ بل يخالط ليأخذ أحسن ما عنده، بل يخالط والهمة عالية في تربيته
فإذا به يتعلم العربية حتى يكون من أحسنهم وهم العرب ومن أفصحهم، ويتربى على الشجاعة فيكون راميا. عليه السلام، وما أن تكون أول مراحل شبابه إلا رأوا فيه معالم الرجولة ويرغبوا في تزويجه ويزوجوه، فمن ربت وصانت وحفظت مع كل ذلك الأمر، إذن هي من يقول أبو هريرة لأصحاب رسول الله وللأمة بعد ذلك: هذه أمكم يا بني ماء السماء، يا بني ماء السماء، كما قال ابن حبان وغيره: هاجر كان شربها وطعامها من زمزم، ومن زمزم يخرج اللبن من ثديها، فيرضعه إسماعيل، وزمزم من ماء السماء. فهذا المعنى: هذه أمكم يا بني ماء السماء. فلذلك كان يقال للعرب من ذرية إسماعيل أنهم من بني ماء السماء. فتلك هاجر عليها السلام، وذاك أثرها في بيتها، ذاك أثرها على زوجها النبي الرسول الخليل. هل عندما رجع لدعوته ولما هو قائم به كيف كان كلامها وموقفها؟ ننظر إلى ذاك التوازن في أمر غيرتها. هل ذمت سارة وأن السبب في وجودها هنا منها؟ ذاك التوازن والإنصاف كيف ظهر في موقف هاجر عليها السلام؟ وكم في ذلك من تربية، وكم في ذلك من موعظة. وأيضا عندما نتأمل في من كان هذا عمله، الله جل جلاله وهو الشكور، الله هو الشكور جل جلاله، والله يشكر لعباده وكلفنا بالشكر، والله عز وجل يربينا على أسمائه وصفاته. فالشكور أمرنا بالشكر وأن يشكر بعضنا بعضا، والرحيم أمرنا بأن نتراحم وأن يرحم بعضنا بعضا، والكريم أمرنا أن يكرم بعضنا بعضا. فالله يربينا على أسمائه وصفاته، فالله عز وجل هو الشكور. فلذلك يشكر جل جلاله بهاجر صنيعها وموقفها مع خليله عليه السلام، وموقفها مع ابن خليله وابنها عليه الصلاة والسلام، وموقفها في حق نفسها وعرضها وعفافها، ويشكرها قبل ذلك كله في أمر إيمانها
بربها وتوكلها عليه وصدق مراقبتها له. فالله عز وجل كما قلت يعبد الرجال والنساء فيجعل من شعائر الحج ومن أعمال الحج ومن أركان الحج، والركن لا يصح الحج إلا بوجوده، ومن أركان العمرة، والعمرة لا تصح إلا بوجوده، فيجعل من أركان هذا الركن من أركان الإسلام الذي هو الحج السعي بين الصفا والمروة، حيث سعت هاجر وحيث هرولت هاجر وحيث تحركت أمنا هاجر، فنحن نتعبد لربنا عز وجل بذلك. وهذا ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ذكر خبر سعيها، قال: وهذا سعي الناس بينهما. إذن سعي الناس هو إحياء لما فعلت هاجر عليها السلام، فتعبدنا الله عز وجل بذلك. والله حق لكل امرأة أن تفتخر بهذا، وحق لكل امرأة مؤمنة صادقة أن ترضى بعطاء الله، وأن الله سبحانه وتعالى هو الملك العدل، وأن الله كما أعطى الرجال وجعل لهم مكانة وأبقى لهم ذكرا وتأثيرا، فكذلك جعل للنساء، فها هي هاجر عليها السلام يجعل الله عز وجل لها ذلك الأمر. أما جبريل عليه السلام فكما جاء في الخبر، عندما جاءها وسألها عن نفسها ثم أخبرها عن وليدها وأن الله عز وجل سيكرمه ويبني هو وأبوه بيت الله، ثم قال لها تلك الكلمة العظيمة: إن الله لا يضيع أهله. إذن أنت يا هاجر من أهل الله. جبريل عليه السلام يذكر لها ذلك ويزكيها بهذه التزكية: إن الله لا يضيع أهله. إذن هذا أيضا من المكانة التي هي لهاجر عليه السلام. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يوصي أمته، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون مصر، يخبر أصحابه عن أمر سيكون لهم بعد وفاته. إنكم ستفتحون مصر، وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها، فإن لهم ذمة ورحمة. إنكم ستفتحون مصر، وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها، فإن لهم ذمة ورحمة، أو قال ذمة وصهرا. أيضا
ذكر الإمام الطبري أن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما ملك مصر أخبر أهلها بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم، أخبرهم بتلك الوصية وقال: هذا نسب لا يحفظ حقه إلا نبي، نسب له آلاف السنين يحفظه النبي صلى الله عليه وسلم لأمي، فيعلمه الله أن أمته ستفتح البلد التي جاءت منه أمه الأولى، جاءت منها أمه الأولى، فيوصي أمته بأهل ذلك البلد. فيقول عمرو بن العاص: هذا نسب لا يحفظ حقه إلا نبي، لأنه نسب بعيد، لأنه نسب بعيد. الناس قد يفرطون في نسب الجد الثانية والثالثة، ورسول الله يحفظ لأمه التي بينه وبينها آلاف من السنين، ويوصي أمته ببلد خرجت منها أمه الأولى. إذن كيف يتعلم الإنسان هذا الأدب، وكيف لا يكون في هذه القصة من العظات والعبر، كيف لا ينبغي أن تكون درس الأم مع أولادها، والأب والزوج مع زوجته، والأب مع أولاده، كيف لا يكون ذلك كله محل الدرس وأخذ العبرة والعظة. فبيت الخليل إبراهيم عليه السلام، هذا البيت المبارك، إذا جاء الإنسان إلى هذا البيت فإن من اللائق أن يجد في آيات القرآن التي تخبره عن خليل الله إبراهيم ما يكون محل تأمله ومحل تدبره، وأن تذكره هذه الآية العظيمة، الكعبة، الحجر، المقام، زمزم، تذكره بتلك الأسرة الأولى، تذكره بأول من سكن هذا البيت، بمن نادانا استجابة لأمر الله، فبلغ الله صوته أصلاب الرجال وأرحام النساء، فكل من حج إلى يوم القيامة كان ممن أجابه يوم أن نادى، كما قال ابن عباس: أمر الله خليله إبراهيم أن يؤذن في الناس فقال: أيها الناس، إن ربكم عز وجل قد بنى هاهنا بيتا فحجوه. قال: فأنفذ الله صوته أصلاب الرجال وأرحام النساء، فكل من قدر له الحج إلى يوم القيامة أجابه ملبيا: لبيك اللهم لبيك. وفي رواية: فإنه يحج على قدر ما لبى، من لبى مرة في ذلك اليوم يحج مرة، ومن لبى اثنين يحج اثنين، وهكذا. فذاك هو الخليل إبراهيم، وهذا شيء من خبر بيته المبارك الذي هو محل عظة وعبرة. لهذا قال العلماء: من قرأ القرآن أدرك أن الله عز وجل يريد أن يكون إبراهيم مشهورا في العالمين، أن يكون مشهورا في العالمين. فلذلك هذه معاني عظيمة نأخذها من قصة هاجر عليها السلام، من قصة هذه الأم التي يشيد بها أبو هريرة فيقول: تلك أمكم يا بني ماء السماء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.